وينضم إلينا من العاصمة العمانية مسقط الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. دكتور أحمد، مساء الخير. وأبدأ بالتأكيد من الخبر والحدث والتطور الذي شاهده العالم أجمع منذ ساعات الصباح الأولى اليوم وحتى الآن، مجمع الشفاء في قطاع غزة، اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى انسحبت بعد ساعات عصيبة عاتت فيها فسادا. في أي سياق تضع منظمة الصحة العالمية هذا الحدث؟ الله يمسيك بالخير والنور أخي الفاضل، وجزاكم الله خير على الاستضافة. طبعا منظمة الصحة العالمية تضع مثل هذه الأحداث تحت بند يعني الخروقات التي تندرج يعني تحت مسمى القانون الإنساني الدولي، والذي يجرم مثل هذه الخروقات المؤسسات الصحية والعاملين فيها والمرضى والمقيمين فيها من نازحين وكذلك أقارب المرضى يعني محميين بموجب هذا القانون الإنساني الدولي. وتطالب جميع الدول وجميع الأطراف يعني في أماكن النزاع عدم استهدافها، بل بالعكس العمل على حمايتها. حتى الآن أخي الفاضل يعني تم تسجيل ما يقارب من 320 هجمة على المؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريبا 150 منها كانت في قطاع غزة، ومن ضمنها طبعا الاستهداف المستشفى الشفاء، والذي يعتبر من أكبر المستشفيات في قطاع غزة ومن أكبر المجمعات الطبية. يوجد في هذا المستشفى تقريبا 650 سرير قبل هذه الاعتداءات، ورفعت الطاقة إلى 900 سرير نتيجة للاحتياجات المتزايدة. حاليا طبعا هذا المستشفى يوجد به ما يقارب من 39 طفل خدك، فقدوا خلال اليومين الماضيين 7 منهم بسبب انقطاع الأكسجين كما لاحظتم، وفقد كذلك حوالي 10 مرضى تقريبا من العناية المركزة بسبب انقطاع الأكسجين. هناك ما يقارب من 400 إلى 500 موظف وعامل يعني داخل المستشفى هذا، هناك ما يقارب من 3000 إلى 5000 نازح داخل هذا المستشفى، كانوا سابقا 60000. تضررت أقسام كبيرة جدا داخل هذا المستشفى، فهذا يعتبر خرق صارخ للقانون الدولي، والمنظمة تناشد الجهات المعنية في الأمم المتحدة وكذلك قيادات سياسية بمطالبة الأطراف المتنازعة القيادات في إسرائيل وقف هذه الخروقات، وكذلك التحقيق إن كان هناك ادعاءات بوجود قواعد لا يعني يسمح المجال ولا يتيح بأي حق يعني لأي جهة اعتداء على مؤسسة بمثل هذه الادعاءات. يعني حسب القانون وحسب يعني رؤيتكم لأحداث يعني ربما تاريخية ومشابهة، دكتور أحمد، لا يجوز الاعتداء على العاملين في المراكز الصحية في المستشفيات، عدم استهدافها، عدم استهداف الجرحى، المرضى، الطواقم الطبية حسب اتفاقية جنيف الرابعة، أليس كذلك؟ نعم نعم أخي الفاضل، كلام صحيح، وهذا ما نناشد به دائما يعني. لكن للأسف كما تلاحظون وكما ذكرت يعني هناك ما يقارب من 320 هجمة على المؤسسات الصحية، فيجب أن تتوقف هذه، لأن هناك أبرياء فقدوا قتلوا خلال هذه الاعتداءات وحرموا مئات الآلاف من الخدمات الصحية الأساسية. حسب وزارة الصحة في غزة الآن قبل قليل تقول بأن الاحتلال يعتقل 2 من الطواقم الصحية الهندسية، وهما فني ميكانيكي المولدات الكهربائية الوحيد وفني محطات الأكسجين الوحيد المتواجدين في مجمع الشفاء. في هذا الخصوص يعني أسألكم دكتور أحمد، المستشفيات التي خرجت من الخدمة نتيجة استهدافها وقصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ماذا بقي منها في غزة؟ هل لديكم إحصائية؟ نعم، هو طبعا يوجد في قطاع غزة 36 مستشفى تقدم مختلف أنواع الخدمات، للأسف يعني خرج معظمها وبقي 9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى. المستشفيات المتبقية تعمل بطاقة جزئية، وبالعكس يعني تخطت السعة الاستيعابية والطاقة الاستيعابية، وصلت بعض منها إلى 190% أو 180%. تعاني هذه المستشفيات المتبقية من نقص في الوقود، وبالتالي نقص من الخدمات الأساسية في الغرف العمليات، في غرف الطوارئ، في غرف الإنعاش،
وكذلك العناية المركزة للكبار والأطفال والخدج، نقص في عمليات غسيل الكلى لمرضى الكلى، وكذلك نقص في إمدادات المياه النظيفة يعني. فبالتالي هي عبارة عن تركيبة للأسف معقدة من التحديات والنواقص، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة. هناك بشكل عام أخي الفاضل يعني في غزة، في عموم غزة، فقد الجميع النازحين والمواطنين والمرضى والمقيمين في هذه المؤسسات 5 أشياء أساسية، وهي الأمن طبعا على رأس القائمة، والوقود، والماء والغذاء، ويعني بقي الهواء فقط، والذي يعني ما زال يتنفسه الجميع، ولكن للأسف الأشياء الأساسية فقدت من قطاع غزة، فلذلك هي كارثة إنسانية حقيقية. يعني حتى المستشفيات التسعة التي أشرتم إليها دكتور أحمد لا تتوفر على المقومات اللازمة لعلاج الجرحى والمصابين. فعلا أخي الفاضل، وإذا سمحت لي يعني أود أن أضيف أنه بدأت تصل إلينا تقارير بانتشار أمراض معدية بين أفراد المجتمع داخل أماكن الإيواء المكتظة والمزدحمة بالنازحين، ومع انعدام توفر أدنى وسائل النظافة كالمياه النظيفة. فعلى سبيل المثال تم تسجيل ما يقارب من 60,000 حالة التهاب رئوي، وحوالي فوق 35,000 حالة نزلات معوية، عدد منها مخلوطة بالدم، ما يقارب من 1,000 ويزيد عن 1,000 حالة تشيكن بوكس أو الحماق بين الأطفال، عدد من حالات الحصبة، عدد من حالات الالتهاب الكبد المرتبط بانعدام النظافة، التهابات جلدية كالجرب ما يقارب من 13,000 حالة، القمل ما يقارب من 5,000 حالة. وللأسف يعني عدد كبير من الأطفال، مئات الآلاف من الأطفال، يعني ما يقارب من 500,000 امرأة حامل ومرضع وطفل، يعانون من الهزال تقريبا، ومن مخاطر يعني سوء تغذية حاد يؤدي لا قدر الله إلى الوفاة. وأيضا الأطقم الطبية يعني التي تعمل بدون انقطاع يعني ليلا ونهارا منذ 7 من أكتوبر الماضي، هل تتلقون تقارير عن حالتهم في الوقت الراهن نعم دكتور؟ نعم نعم كما تفضلت يعني هم فعلا كانوا جنود مجهولين يعني على أرض الميدان، تعمل يدا بيد لحماية الأرواح وإنقاذ الأرواح. طبعا الطاقم الطبي الذي يعمل في عموم القطاع الصحي في غزة، يعني بعد بدء العدوان 30% تقريبا مقارنة بقبل هذه الاعتداءات، إضافة إلى تعرضهم للإرهاق الجسدي والنفسي، وإضافة إلى ذلك يعني جرح وقتل عدد من هؤلاء العاملين في المستشفيات أو مع أهاليهم يعني في المناطق السكنية التي يقطنون بها. إضافة إلى ذلك يعني فقدت الأمم المتحدة ما يقارب من 100 عامل في منظمة الأونروا، وهذا يعتبر أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة على مدى 75 عام أو 76 عام بمثل هذا العدد خلال فترة وجيزة. فالكارثة مزدوجة ومعقدة ومركبة أخي الفاضل. الآن يعني تدور مناقشات، مفاوضات، ضغوط لإدخال يعني ما يلزم على الأقل القليل اليسير الذي ربما تتمكن الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في هذه الأزمة وفي هذه الكارثة بمعنى أصح ربما تتمكن من إدخالها. ما المطلوب من ومن وجهة نظركم كمنظمة صحة عالمية، ما المطلوب إدخاله الآن بشكل عاجل إلى المستشفيات المتبقية في قطاع غزة؟ نعم والله، المطلوب بشكل عاجل الوقود على رأس القائمة، المستلزمات الطبية ومن ضمنها طبعا الأدوية المنقذة للحياة، المياه، الغذاء، وكذلك الأجهزة والمعدات يعني التي تستخدم في هذه المستشفيات. هناك تضرر عدد من سيارات الإسعاف على سبيل المثال جراء الاستهداف المباشر، فوق ما يفوق من 150 سيارة إسعاف. عدد من الأجهزة والمعدات داخل هذه المستشفيات تأثرت، كذلك وحدات غسيل الكلى تقريبا على سبيل المثال في مستشفى الشفاء هناك ما يقارب من 57 وحدة تقريبا تضررت يعني، وحرمت العدد من المرضى من خدمات الغسيل الكلوي. فهذه هي المستلزمات الأساسية، ولكن قبل كل شيء أخي الفاضل هو وقف هذا الاعتداء، وقف فوري لإطلاق النار،
وتأمين وصول المساعدات والمستلزمات الطبية، وكذلك الوصول إلى النازحين المنتشرين في جميع بقاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة لهم. كما ذكرت، هم يعانون الآن من مختلف أنواع الأمراض. على سبيل المثال، ما يقارب هناك 450 ألف مواطن في غزة يعانون الآن من مختلف أنواع الأمراض النفسية، تتفاوت حدتها بين المتوسطة والشديدة، من الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية ومتعدد الأقطاب أو ثنائية القطب، الأمراض النفسية ثنائية القطب. فهذا هو الحال يا أخي. على ذكر يعني سيارات الإسعاف دكتور أحمد، وبسبب استهداف عدد كبير من هذه السيارات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك حالات مرضية ربما في مناطق هادئة نسبيا لا تستطيع الوصول إليها سيارات الإسعاف لإحضارها إلى المستشفى. فعلا هذا هو الواقع، يعني إما بسبب نقص الوقود طبعا في الأساس، لأنه هذه السيارات لا تعمل لهذا السبب، أو بسبب انقطاع الطرق وتضرر الطرق المؤدية إلى تلك المناطق وكذلك العودة إلى المؤسسات الصحية، أو كذلك بسبب الاستهداف المباشر وانعدام الأمن للأسف. يعني فهي عبارة عن مجموعة من الأسباب تعيق حركة سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمصابين من وإلى المستشفيات. يعني على الجانب الآخر، هناك سيارات إسعاف موجودة على الجانب المصري من معبر رفح بالاتفاق مع السلطات الصحية وكذلك الجهات المختصة في مصر، وبدعم من عدد من الدول من خلال يعني اتفاقيات ثنائية بين الدول، ولكن للأسف لا تستطيع الدخول لنفس الأسباب. منظمة الصحة العالمية منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف تعاملت مع احتياجات المستشفيات حتى تلك التي تم قصفها؟ أنا أتحدث عن الفترة الأولى من بداية العدوان دكتور أحمد. نعم والله، قمنا يعني من خلال العاملين في المكتب القطري للأراضي الفلسطينية والفرع الموجود في قطاع غزة، تحريك هذه الفرق للعمل يدا بيد مع زملائهم ونظرائهم في وزارة الصحة والمنظمات الأممية الأخرى. قمنا بتوفير مستلزمات طبية وتوزيعها على المستشفيات منذ اللحظات الأولى لهذه الاعتداءات. قمنا بشراء مستلزمات طبية من السوق المحلي. كذلك قمنا بتوفير موارد مالية يعني من صندوق الطوارئ للمنظمة، والتواصل مع الداعمين لتوفير موارد مالية أخرى، وتمكنا ولله الحمد. قمنا بشراء مستلزمات طبية وتوفيرها من المخزن اللوجستي للمنظمة في دبي، وتم إرسالها فعلا إلى شحنات عبر 6 طائرات تقريبا، وصلت على أيام متتالية إلى مطار العريش، وبتسهيل من السلطات في جمهورية مصر العربية جزاهم الله خير. وكذلك قمنا بتحريك ما يقارب من 30 متخصص وخبير من منظمة الصحة العالمية موجودين حاليا يعني في المكتب الإقليمي في القاهرة وكذلك في جنيف، والبعض وصل إلى مطار العريش على هيبة الاستعداد للدخول إلى غزة حتى يعني يساندوا بقية الطواقم الموجودة في قطاع غزة. السلطات الصحية في غزة أعلنت اليوم أن 11,500 شهيد سقطوا منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة. فيما يتعلق بالمستشفيات التي خرجت من الخدمة بعد قصفها، هل حصلتم على إحصاءات بالوفيات التي نتجت عن خروج هذه المستشفيات؟ يعني أنا قرأت تقريرا للمنظمة، منظمة الصحة العالمية، يقول بأنه 75% من مستشفيات غزة لا تعمل، خرجت عن العمل. هل نتيجة ذلك حدثت وفيات؟ كم نسبة هذه الوفيات من النسبة التي أعلنتها السلطات الصحية في غزة من 11,500؟ والله طبعا على حسب الإحصائيات التي يعني تصلنا، هذه الأعداد أو الأرقام التي تفضلت بها هي التي يعني قتلت بسبب الاستهداف المباشر. حتى أكون صادق، يعني ليس لدينا بيانات بالذين توفوا جراء يعني نقص الخدمات الصحية، ولكن يعني أتوقع أنه العدد سيكون كبير. كما ذكرنا، هناك على سبيل المثال 9,000 شخص في قطاع غزة يعانون من مختلف أنواع السرطان، يعني نوعا ما تأثرت الخدمات المقدمة لهم. 1,034 شخص يعانون من فشل كلوي، يحتاجون إلى غسيل كلوي باستمرار، تقريبا صار في نقص في هذه الخدمات. هناك 350 ألف شخص يعانون من مختلف أنواع الأمراض الغير سارية أو غير المعدية، كالضغط والسكري وأمراض القلب والشرايين والربو، تأثرت خدماتهم. هناك ما يقارب من 50 ألف امرأة حامل بمعدل 5,500 ولادة شهريا،
180 ولادة يوميا، 700 عملية جراحة شهريا، مهم. عملية قيصرية، تعثرت الخدمات. فالقائمة تطول أخي الفاضل، بالإضافة إلى نقص في التغذية بين الأطفال وبالأخص دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات. وأتوقع أن العدد سيكون كبير فعلا. دكتور أحمد، يعني منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية مثل الأونروا، الصليب الأحمر الدولي وغيرها، يعني هل تشعرون أنتم في هذه المنظمات بالعجز أمام جبروت وتجبر الاحتلال الإسرائيلي؟ أنتم تطالبون وتنادون منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان على أهل غزة، لكن سلطات الاحتلال لا تستجيب. أنتم كمنظمات دولية هل تشعرون بالعجز؟ والله هو طبعا، حتى اكون صادق وصريح معك اخي الفاضل، فعلا كما تفضلت يعني نشعر بالعجز امام هذا التحدي، يعني نوعا ما الصارخ للمطالبات والمناشدات، ليس فقط من المنظمات الامميه والقيادات في المنظمات الامميه، ولكن من القيادات السياسيه على مختلف دول العالم، والقيادات المجتمعيه والقيادات الدينيه والاكاديميه. قمنا بما يجب ان نقوم به كما ذكرت، من توفير موارد ماليه وتوفير مستلزمات طبية وخدمات أخرى، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين. ولكن يعني العوائق كثيرة، على سبيل المثال انعدام الأمن والاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية، هدم البنى التحتية، منع وصول هذه المساعدات من خلال مختلف المعابر، ووضع العراقيل أمامها. فلذلك يعني الأمم المتحدة بجميع تخصصاتها وكياناتها تعمل يعني كما يقال بطاقتها، بأكمل طاقتها، لكن للأسف هذا لا يترجم على أرض الواقع بسبب التحديات التي ذكرتها. فنشعر أحيانا كما تفضلت وللأسف بالعجز الكبير أمام هذا التحدي. دكتور أحمد، يعني هناك حديث عن ضرورة إقامة مخيمات إيواء في جنوب غزة إذا ما حدث واستقرت الأمور نسبيا في هدنة إنسانية مدتها عدة أيام، 3 أيام، 5 أيام، الأحاديث مختلفة حول هذا الموضوع. هل هناك استعدادات من المنظمة لكي تكون هذه المعسكرات، الخيام، يعني متوفرة على المستلزمات الصحية والطبية اللازمة؟ والله طبعا يعني نحن ما يهمنا ويعنينا ونعيد ونكرر هذه الرسالة، وقف فوري لإطلاق النار والاعتداءات وبشكل مستمر ولا يكون جزئي، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني تأمين وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الضخمة والمتزايدة لقطاع غزة. سابقا كانت تدخل 500 شاحنة محملة بمختلف المستلزمات الأساسية الحياتية عبر معبر رفح. حتى الآن خلال هذه ال6 الأسابيع من عمر هذا الاعتداءات والنزاع المسلح، دخلت فقط ما يقارب من 950 شاحنة. وجود أو خلق أو إنشاء مخيمات في مختلف الأماكن، هذا طبعا أمر متروك للقيادات السياسية في السلطة الفلسطينية والدول المعنية بالإقليم وخارج الإقليم. ما يعنينا هو ضمان حماية الأفراد في مختلف مناطق غزة، سواء في أماكن إيواء أو في أماكن معيشتهم ومنازلهم أو في المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية كالغذاء والدواء والماء والكهرباء، وكذلك أنظمة التخلص من المخلفات البشرية. غير ذلك جمع هؤلاء يعني ما يقارب من 1.6 من 10 مليون نازح حاليا من أصل 2.1 من 10 مليون في غزة. إذا جمعناهم في مناطق من دون بنى تحتية ومستلزمات أساسية، الكارثة ستكون عظيمة، وسنتحمل نحن إزر هذه الكارثة يعني على مدى الزمن بجميع مستوياتنا وتخصصاتنا وتوجهاتنا. في مثل هذه الكوارث، يعني هناك يعني جزء كبير من مسؤولية إعادة الحياة إلى هذه المناطق على المنظمات الدولية. في تاريخ الكوارث التي حدثت في العصر الحديث، يعني كيف ساهمت منظمة الصحة العالمية في إعادة المؤسسات الطبية والصحية إلى العمل بعد زوال الكارثة؟ والله طبعا كما تفضلت، يعني بعد زوال الكارثة، سواء كارثة بسبب صنع الإنسان كالحروب أو بسبب الكوارث الطبيعية، تعمل المنظمة ولله الحمد على مدى
ال 76 سنة من عمر هذه المنظمة. ويؤسفني القول أخي الفاضل أنه إقليم شرق المتوسط والذي يتكون من 22 دولة، 50% من هذه الدول تعاني من مختلف أنواع الأزمات والطوارئ والكوارث، سواء من صنع الإنسان معظمها للأسف، أو من بسبب الكوارث الطبيعية كالزلازل الذي ضرب أفغانستان خلال الشهر الماضي، أو الفيضانات التي ضربت باكستان كذلك العام قبل الماضي، وليبيا والمغرب، أو الزلزال الذي ضرب سوريا والمغرب وتركيا، أو الجفاف الذي ضرب القرن الأفريقي والصومال. فالمنظمة تعمل بمختلف المستويات يعني، ولله الحمد، وأنا فخور جدا بما تقوم به هذه المنظمة العريقة لخدمة الإنسانية. وهناك رغم تحديات كما نعم دكتور أحمد، أخيرا يعني رغم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، هل تحافظون على التواصل بشكل أو بآخر مع الأطقم الطبية العاملة هناك في مختلف المستشفيات؟ نعم، هو طبعا كما تفضلت تحدي كبير جدا في التواصل مع العاملين في هذه المستشفيات، لكن لدينا تواصل مع طواقمنا الطبية الموجودة في الضفة الغربية، في المكتب في رام الله والقدس الشرقية، وكذلك أحيانا لدينا تواصل مع العاملين للمنظمة في قطاع غزة حالما يفتح مجال الاتصالات. لكن التحدي كبير يعني في الحفاظ على هذا التواصل. لدينا اجتماعات دورية على مستوى المنظمة الثلاث، الإقليمي والرئيسي في جنيف، والقطري الموجود في الأراضي الفلسطينية، بشكل دوري يومي وأسبوعي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من مسقط دكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.